شيف كنزة لي كريب يعني الاغلبيه السيدات كيعرفوا يصوبوا لي كريب ولكن اليوم غادي نعاود نذكرهم بوصفه سهله ناجحه 100% ان شاء الله. بالنسبه للكريب كناخذ 225 غرام ديال الفورص الدقيق الابيض، زوج ديال البيضات، نصف لتر ديال الحليب، زوج معالق ديال السكر سنيده، فاني، 80 غرام ديال الزبده مذابه، ونصف لتر من الحليب. اعيد هنا عاودت نصف لتر من الحليب عاودتها زوج مرات. قلنا 225 غرام ديال الفورص، زوج ديال البيضات، نصف لتر حليب، زوج معالق ديال السكر سنيده، فاني، و80 غرام ديال الزبده مذابه. كنطحن الكل في الخلاط الكهربائي، يعني ما فيش الخدمه بزاف، وكنكون مجده واحد المقلاه اللي ما كتلصقش اللي معروفه، كنوضعها فوق من النار كتسخن، وكنقص عليها شويه العافيه كتكون نار متوسطه، كناخذ واحد المغرفه وكنصب هذاك الخليط ديالي في هذيك المقلاه. مجرد ما يبدا يتحمر معايا من جناب كنحاول نقلبها وكنطهيها من الجهتين، كنطهيها مزيان من الجهتين حتى كتنفخ معايا من الوسط بحال الشكل ديال البطبوط، حيت كاين المشكل في هنا في لي كريب كاين اللي ما تيطيبوش بزاف وبالتالي تيقول لك انا ما تيعجبنيش. وكنزينو كيف ما قلنا بصلصه الشوكولاته او بالشوكولا ديال الدهن الشهيره اللي كتمشي مع الكريب ولي كوفر، راه كتجي رائعه وبصحه وراحه. الان غادي نقدموا لكم ثلاثه ديال النكهات في لاصوص. هذيك الصلصه اللي غادي طبعا تحليو بها لا لي كوفر ولا لي كريب، اول صلصه ديال الكراميل. ايه بالنسبه لصوص كراميل كناخذ واحد الكاس ديال سكر سنيده في واحد الكاسرول كنخليه فوق النار والعافيه مهيله عليه حتى يصبح كراميل. كنضيف له واحد 50 غرام ديال الزبده اي ما يعادل معلقه كبيره، وكنضيف له فاني، ثم كناخذ واحد الكاس ديال الماء صغير مدوب فيه واحد المعلقه صغيره ديال النشا. كنحاول انني هذاك الكاس ديال الماء اللي دوبت فيه النشا كنضيفه لهذاك السكر المحروق او الكراميل، وكنبقى كنخلط كنحصل على القوام اللي بغيت. كنحتفظ بها في الثلاجه، كنرافقها مع لي كلاص اولا كنرافقها مع لي كوفر او مع الكريب، تيجي رائعين. كتجي هاد الصوص غزاله، وقد ما بقات في الثلاجه قد ما كتعقد وقد ما كتزيد الثقل وكتزيد يعني نصوبها بوقت قبل. الصلصه الثانيه هي بنكهات الشوكولا، صلصه او الشوكولات. ايه كناخذ بالنسبه لهاد الصلصه ديال الشوكولا، وكيف ما قلت هي كتبقى في الثلاجه، كنزين بها هذه لي كيك، كنزين بها لي كاب كيك، كنزين بها لي كوفر، يعني كتخدم في بزاف ديال الاشياء، او في الكلاص كيف ما زينت بها الكلاص ديال النوكا. كناخذ 250 غرام ديال الماء اي ربع ديال الماء، فاني، 300 غرام ديال السنيده، و60 غرام ديال الكاكاو، كاكاو المر. كنوضع الماء والسكر في واحد الكاسرول وكنضيف لهم الكاكاو ونخلط مزيان فوق النار حتى يعقد. كنبقى نحرك كتطلع لي الغليه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه حتى كيتبخر تقريبا نصف ديال الماء وكيعقد معايا الخليط. ملي كنحس بانني وصلت لهذاك القوام اللي بغيت كيف ما قلنا كنحتفظ بها في الثلاجه في واحد القريعه معقمه كتبقى معايا مده طويله، وملي كنبغيها كنجبدها كندوبها شويه وكنخدم بها لا كلاص اولا كنخدم بها لا كوفر. اهم شيء هو انها تغلي، طلع الغليه ونزول الكاسرونه وعاود طلع الغليه وعاود طلع الغليه حتى كيتبخر نصف هذاك الماء، كيبقى غير هذاك تقريبا كيبقى غير شي كاس ديال الماء مع ديك السنيده ومع ذاك الكاكاو، كتجي صوص رائعه يعني بلا ما نضيف لها لا جيلاتين لا والو. النكهه الثالثه هي الفخيز. دابا السيدات الى ما لقاوش الفخيز كيفاش غيصوبوا هاد الصلصه؟ باقي شويه في الكونجيلاتور، باقي شويه، باقي شويه على رمضان. كتجي رائعه. كناخذ 250 غرام ديال الفخيز مطحون مع عصير حامضه ونصفي، كنضيف له 150 غرام ديال السكر كلاصي و100 غرام ديال الجليكوز. هنا 100 غرام ديال الجليكوز نعبرها كنفزق المعلقه ديالي وكنعبر تقريبا جوج معالق كبار عامرين، و75 مليلتر ديال الماء. وعيد 250 غرام ديال الفخيز مطحون مع عصير حامضه
و 150 غرام سكر كلاصي، 100 غرام جليكوز، و 75 غرام ديال الماء. في كاسخول كنعمل الماء والجليكوز والسكر كلاصي حتى كيغلي مزيان واحد جوج غليات، ثم كنضيف الفخيز ديالي مطحون على نار متوسطه وكنبقى نحرك حتى كيتبخر تقريبا ثاني نصف الماء وكيبقى معايا هذيك لاصوص كتبقى معايا ثقيله. هاد لي صوص اللي عجيب فيهم وغريب فيهم هو اللذه ديالهم، وكيتماشاو مع لي كلاص وكنتفاداو المنكهات والملونات والمواد الحافظه، حنا فغينا عنها ما دمنا غادي نصوبوا هاد الشيء في الدار. اهلا على يدينا. أيه. وها هي ثلاثه ديال الصلصات رائعة واللي غادي تعطي نكهة لهاد لي كوفخ ولي صوص ديالكم. كنصوبوهم يعني كلهم في مرة واحدة وتخليهم في الثلاجة ديالكم تحتفظوا بهم، غادي يخدموا في بزاف ديال الأشياء مادام عندكم، غادي بزاف الأشياء تخدموا بهم في لي كيك كيف ما قلنا، في لي كريب، في لي كوفخ، بزاف الحوايج. شحال كيشدوا للسيدة في الثلاجة؟ حيت ما فيهمش لا كريم فريش وهذا تيبقاو مدة كبيرة، تيبقاو حتى الشهر يعني، اولا عرفتي راسك ما غتخدميش بهم ديك الساعه ديرهم في الكونجيلاتور. حتى في الكونجيلاتور يبقاو. من الاحسن ديريهم على لا في قرعه زجاجيه اللي تكون محكمه وتحافظي عليهم وبالصحه والراحه.